طبعا اول شعرانا في المرحله الاولى من شعر القلطه كنا مع الشعراء الغاليين اخوي علي واخوي زاحم، نقول بيض وجهكم بيض الشحم وما قصرتوا، ودائما الصعوبات تجي في البدايات، ولكن جابينكم مشاكسه وفيه شرسه شوي، وش السالفه؟ والله هذا شعر محاره، لازم مشاكسات لكنها في حدود المعقول، ما تجاوزنا كثير. خصمك قوي؟ اي والله قوي، اي والله قوي، شاعر يستاهل يستاهل قوي والله. البدايات انا معلمك اول إيه؟ اول في اللقاءات الاولى في البدايه، وانا اقول لك عشان الله يجيب لي الرجل اللي يفتل عضلاته. جا الرجال وتشابطنا كلكم والله كفو في ذمتي. كاول طروق والله كفو امام اللجنه، كفو واستانست يوم لعبت إيه؟ معه وانبسطت، والشاعر اللي مثل الرجال هذا يشجعك ويهيئك. يستاهل مع اني شاعر نظم، واول ملعبه هو الطرب. فيكم الخير وبركه لك الرشيد والعضاله. لكن قبل ما ارجع لاخوي حازم، كان الرد عندك انت. نعم، ولكن المعنى ما نبي نكشف المعنى، المعنى يكون بينكم ان شاء الله بين اللجنه، هذا الحين عارفينه هذا الكلام. لكن في صعوبه في المعنى؟ لا والله ما كرس اللي رسم البيت الاول. بالعكس، الرجال هذا معلم ودكتور مره، ضرب مخلص وهو موجود تقول له كلام ولا لا؟ والله في وجهه وبقبه. الله يكون في ذمتي. معك زود، معك زود والله. شرس معك؟ اي والله شرس، واستلم المعنى ومشى على المعنى على الشكل المطلوب اللي يمشون على شعر المحاوره. ساعدني كثير الانطباع في الاليه اللي شفتها قدامك. الاليه ممتازه، واللجنه كلامهم وسام على صدورنا، سواء مدح او انتقاد نستفيد منهم في الانتقاد، والمدح يزيدنا معنويه، وهذه مسابقه لا بد فيها انتقاد ولا بد فيها مدح. معنا ان شاء الله في المرحله الجايه كتقييم الشاعر نفسه، يرى نفسه ان شاء الله المرحله الجايه باذن الله الى مرحله السته. عشان يفقوا ان شاء الله، موفق ان شاء الله. المرحله الجايه معنا الرشيدي باذن الله. باذن الله حسب تقييمك لنفسك الان. والله ان شاء الله باذن الله. عسى الله يفقد وجهه ان شاء الله يا رب الكريم، وباذن الله تعالى ان شاء الله في لقاء ان شاء الله مع الشعراء الباقي. وش اللي صار وش اللي ما صار؟ والله ما قامت من العجمان شعار. الحمد لله بشرك. ايه العجمان طول عمرك فيهم ما في القبايل، الحمد لله رب العالمين. يستاهلون تستاهلون ويبشرون ان شاء الله بعجب عيونهم باذن الله. الوعد في المراحل الجايه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كيف شفت الخصم اليوم؟ والله الخصم قوي من قوي. يا سلام. اي والله يا سلام. البدايه عندك ولي؟ اي ولي الشرف يوم انافس الشهراني. هذا والله من طيب راسك يوم قال صادق طلال. هذه من الشعراء الثقيلين، احنا عارفين في الشعر صراحه في الساحه الشعريه وجوده ثقيل اليوم. اي والله شاعر كبير والله حجره. اي ويا الله ان تخلصنا منه. هذه مجاملة ولا حقيقة؟ لا بالله حقيقة. أكيد والله شاعر متمكن. أسألك بالوجه إن شاء الله. طيب الطروق اللي بدأ به أخوي هذه صح؟ لا أيوة. المعنى أكيد عنده هو، الحين ما نكشف المعاني، المعاني عندكم عند اللجنة أكيد. إيه صح. لكن كان في صعوبة في المعنى؟ ما فيها صعوبة يعني، المعنى كان ممتاز يعني طرقة كان كويس. حلو مزبوط. كان كويس. أسألك في الوجه إن شاء الله. هذه هل الشاعر يعتمد دائما اعتماده الرئيسي على الخصم اللي معه؟ اكيد الشاعر يعتمد إيه؟ على الخصم في مهما كان، سواء بدع او رد. نعم، مثل الخيال. إيه؟ اذا صار لقبيله وعر إيه؟ خذ جهده كله. كل ابوكم برسال، بيض وجهكم بيض الشحم، وان شاء الله اشوفكم في المراحل الجايه ان شاء الله باذن الله. شكرا للجميع. انا طبعا اقول هذا الوزن الثقيل والطروق الثقيل مع اخوي عبد المجيد واخوي حمدان، بيض وجهكم بيض الشحم ما قصرتوا، وثقلك على ثقل شعرك وثقل وزنك. والله هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. نعم بالله. اي والله هذه طال عمرك نطق عند الميكروفون توفيق بيد الله سبحانه. نعم بالله. وانت وفقنا الحمد لله، وانا اخطينا فمن انفسنا من الشيطان. اين عبد المجيد؟ من بعد هذه المرحله. والله ان شاء الله نطمح المراحل باذن الله. انت كنت شرس؟ ونعده بالبرد ان شاء الله ان كان توفقنا باذن الله. شراستك انت بدت من البيت الثاني على طول. بس هذا طال عمرك لازم يكون جد، فالمحاور ايه؟ يكون فيه بين اخذ وعطى في المحاوره لازم. يا سلام يا سلام. انت تاخذ المخزون الشعري من الشاعر اللي مقبلك، نحمد الله توفقنا ان شاء الله. ولقيت شاعر قدامك. هو ما يحتاج والله وافي ما قصر. والله وافي ما قصر. اخوي حمدان. والابداع ما يجي غير من ابداع. يا سلام سلام. والله سلمت العدل. انا قلت فعلا طرق الوزن هذا الوزن الثقيل صراحه. والله حمدان وعبد المجيد استمتعنا كل بونا. انا احمد الله انا قابلت عبد المجيد مع ان الوقت ما سعفنا، وتعرف اول مره انا العب على العب في ينزل الميدان اول مره ينزل الصفوف، لكن الوعد قدام ان شاء الله.
الوعد قدام عبد المجيد ولا غيره؟ مع عبد المجيد وغيره. عبد المجيد شاعر مجمل ومن قبيله مجمل. جعل ربي يوفقكم ان شاء الله. انا فعلا والله اني اقولها بكل صراحه، هذا الطروق الثقيل والوزن الثقيل مع الشعراء الثقيلين صراحه، بيض وجهكم بيض الشحم. لا انت جعل مخ. طبعا اقول ارحب يا ناصر وارحب يا محمد وبيض الله وجهكم، ولكن الوداع من هي معه؟ الوداع جاء، الوداع قال سلمي إيه؟ قال وداع الوديع، وكان الرد عندي البيت ما عاد مداني على بيت واحد. طيب رد البيت اللي عندي كان على الوداع، قلت هالمدينه كلهم ما يدفنون في البقيع. مو عشان حجازي بتاخذ قصيد. انتم بيض وجهكم بيض الشحم، ما قصرت في راسك. انت يعني باقي محتفظ الوداع هذه؟ الله، هذا من اللي وصاك عليها؟ هذا من الجدار من الاباء ورد، هذا ورد. الله يخليكم ويطول عمرك. بيض وجهكم. وجهك ابيض. كانت منافسه طيبه جميلة، استمتعنا قلوبنا بها صراحة. الحمد لله. لكن هذا توفيق الحمد لله. من اللي منكم رأى المنافس هو القوي؟ والله والله أنا أشوف هذا. ها؟ أنا أقول الحمد لله أني جيت مع رجال من الحجاز من الشعب وأقوي بموهبته. يا سلام. نعم. رأي اللجنة؟ رأي اللجنة مقنع جدا. جدا. جدا، أنا راضي عن رأي اللجنة. والله تستاهلون. وأنتم عما قالوا وأتوقع واصل قال الحجاز ها؟ الله الله. وش الرمزية فيها؟ واصل يقول ما تجي بك، أنا أقول لو يدور الوقت ترى الوداع على الوديع إيه؟ ما تجي في كف واحد ما هو ولا أبا. يا سلام. قال هذه رسمه حجازيه وبخصوص شعر سليم. هذا الكلام احنا متفقين عليه كل ابونا. فازع معك ناصر. جاب بالعصب. فازع معه. وترى نفسك المراحل الجايه في اي مرحله يقول محمد خلاص انا هنا وقفت. والله هذا في علم الغيب. احنا نتمنى ان شاء الله ان شاء الله ان المراحل المتقدمه ان شاء الله. باذن الله تعالى. ان شاء الله. بيض وجهكم بيض الشحم ما قصرت والله لهيكم. اللي امتعونا واستمتعنا معهم وشاعرنا. يعني ما قالوا كبير القوم وكبير بالشعر ان شاء الله رمزان، وش اللي حصل؟ اول شيء تقييمك للطروق اللي حصل. والله الطروق طيب. ايه والحمد لله زميلي ما قصر ساعدني على الطروق ونجح نجح. هل تشوف ان الزميل ما قالوا ابو حركان مشى معك في الطروق ولا مشى؟ اي بالله مشى، اي بالله والله مشى وحصلت لي شاعر صراحه باذن الله تعالى. واشكره واشكره والله. اللجنه كيف؟ واللجنه ما قصروا قيمونا الحمد لله. ان شاء الله الامور طيبه ان شاء الله. طيبه طيبه ان شاء الله. وين بتكون ان شاء الله باذن الله تعالى؟ اي مرحله ان شاء الله بتكون انا واصلها واصل هذه المرحله؟ والله ان شاء الله نتمنى الاول باذن الله. نتمنى الاول اسرع في الرؤيه ونتمنى الافضل باذن الله تعالى ان شاء الله. حلو محراك. مرحبا يا مسلم. شايبنا. مرحبا. وعلى ما قالوا كبير في قدره وفي شعره ما يحتاج مدرب صرهم فيك ابو محراك. وش اللي قابلت؟ والله قابلنا اول شيء القبال السمح. حلو. وهذا يسدنا عن القصائد كلها. والقصائد تروح وتجي كلها كلام في كلام. يا سلام. والمنافسه شريفه. ومن فاز نقول له مبروك، ومن ودع نقول له حظ اوفر في غيره. الامور طيبه ونشكر قناه الواقع على اتاحه الفرصه. صعب انك تلقى لك في الزمن هذا منبر يساعدك على اظهار ما عندك من موهبه. يا سلام. الحمد لله على كل حال، نسال الله التوفيق. كان سهل؟ والله ما بسيط الشايب. ما بسيط الصراحه، لكن الحمد لله توفقنا. يا ربي في الولايات ان شاء الله يا ربي كريم. احنا عارفين انك عصرت شعراء كبار قبل جيل البرنامج هذا، من ابرزهم من؟ فلاح. فلاح من؟ فلاح القرقاع. القرقاع. الله الله. يعني ان شاء الله نقول باذن الله تعالى النهائي واصله واصله ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. باذن الله ان شاء الله، وحنا من جمهورك مستمتعين في شعرك. الله يسلمك. موفق ان شاء الله. موفق.